بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل السادة مشاهديننا في كل مكان، وحلقة إن شاء الله جديدة من برنامج المطعم هنقدم فيها وجبات كده بسيطة وسريعة عن الفراخ بالرز المبهر، وبعد كده عندنا قرات من اللحمة هنعملها برضو بالبطاطس، بس هتبقى تسويتها هتحط في زيت، يعني هتقلي في زيت. ده هنشوفها إن شاء الله مع بعض النهاردة. عندنا طرط كنافة النهاردة هنعملها بالكريمة، تعجبكم جدا، يعني الطريقة بتاعتها مختلفة، مش هنحشي الكنافة كريمه من جوه، لا ده هي الكنافه بتستوي وبعد كده نحط عليها الكريمه من فوق، ومدينا اطعمه كده مخليه طعمها حلو قوي. وفي برضو سلطه البنجر عاملينها بالبصل الاخضر، ودي من السلطات الصحيه جدا تقدري تعمليها على سفرتك. وهنتكلم عن فوائد برضو البنجر واحنا شغالين، لانه من الحاجات المهمه جدا جدا اللي لازم تبقى موجوده بشكل حتى اسبوعي مش بشكل يومي على سفرتك. استنى طبعا اي اسئله او اي استفسارات على ارقام التليفونات اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، 2600 من اي تليفون محمول، 0900 900 من اي رقم ارضي. موضوع الفراخ النهارده اللي عاملين رز مبهر لوحده وعاملين الفراخ لوحدها اللي هنبدا نشوحها عندي على النار. عندي واحد فرخه كيلو 200، بعد كده عندي بصل، وبعد كده عندي شويه من البهارات، عندنا ورق لورا، وعندنا لومي اللي هو الليمون الناشف، عندنا قرفة خشب، عندنا فصين اتنين من التوم، وبعد كده عندنا هناخد واحدة ليمونة من ديت عشان نعملها قشر ليمون. دي هناخدها، ناخد منها القشر، ليمون ناشف، ورق لورا، حبهان، توم، قرفة خشب، شوية من بهارات الفراخ، عندنا بصل، وعندنا شوية مكسرات هنحطهم كده على الوش من فوق يعني بعد ما نخلصهم. وعندنا الفرخة الكيلو 200 زي اللي قدام حضراتكم ديت. بالنسبة بقى للمقادير اللي موجودة هنا، عندي رز بسمتي، عندي كيس خضار مشكل، عندي الذرة الحلوة، شوية قرفة، مكعب مرق، شوية من الكاري والكركم، وبعد كده عندنا شوية زبيب وشوية كمون صغيرين. ده بالنسبة للحاجة بتاعتنا اللي هنبدأ نشتغل بيها دلوقتي. أول حاجة بنجيب عندي الفراخ بتاعتنا، ونبدأ اللي احنا هنقسمها، شيل منها الجزء بتاع الجناح ده مش محتاجه، نيجي من عند الاوراق كده نقوم عاملينها كده، ونبدا نفتحها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، نقوم قاسمينها كده تطلع معايا بالشكل ده للحته الجزء اللي هنا. بعد كده بقوم واخد الحته بتاعت الدبوس كده تمام عشان ما كسرش العظم كده، تطلع معايا قطعه الدبوس ديت نفس الكلام كده، تقوم ماسكاها كده وتقوم قاسمها كده تمام عشان العظم ما يبقاش في ايه وما بكسروش والسكينه تبوظ مني، وفي نفس الوقت العظم يطلع ايه الدم اللي فيه هيطلع زفاره، لا فتخلي بالك من الموضوع ده. تضربي كده السكينه وتقومي قسماها كده اهوت، وبعد كده تقومي واخده عند المفصل تقومي ايه مقطعه. طيب بعد كده بشيل عندي لو في اي جزء من الدهون ده بشيله مش محتاجه، فاهمه ازاي؟ وبعد كده دي بتقومي قسماها كده، دي بتقومي جايه قسماها كده برده، بتقوم جايين من عند الحته اللي احنا قسمنا منها ونقوم مقطعين كده، مفيش اسهل من كده صح؟ ادي الجزء اللي بعده، اي دهون زياده في الجزء اللي تحت دهوت بنشيله، دي بشيلها مش محتاجه خالص، الجزء بتاع العظم ده اهو دي مش محتاجينها تمام. الجزء اللي تحت فبتبقى عندي القطعه، بص بتبقى عامله ازاي اللي تحت، قسمنا كده ادي 1 2 3 4. طيب بعد كده بنقوم ماسكين الحته اللي عند الصدر ديت، انت يعني يفضل انت ما تقسمهاش كلها او ما تاخدهاش كلها زي ما حضرتك كده شايف، نقوم واخدينها كده ايه بالسكينه مقطعينها كده. بعد كده بنقوم واخدين ديت على اتنين، ادي كده 1 2. التانية ديت الحته اللي عند الرقبه ديت انا ما بحتاجهاش، بشيلها. الناس اللي حتى بتسال عن موضوع تقطيع الفراخ ازاي، لو هعمل مثلا فراخ مقرمشه ولا حاجه، نفس التقطيع اللي احنا شغالين بيها ديت، من عند الصدر كده ونقوم قاسمين ديت على اتنين. ظبطت معايا الدنيا اهيت، وكده تقطيعه الفراخ زي ما انت شايفه كده متنظفه ومتظبطه وكله تمام التمام، طبعا بكون غسلها وبكون مروقها يعني. نبدا نقوم واخدين عندنا شويه زيت صغيرين، وكان في هنا مكعب زبده، ايوه هنا اهو، اقوم واخد عندي مكعب زبده مع الزيت. اهو
بصلايه ناخدها كده اهوت مكعبات كبيره زي ما حضراتكم كده شايفين. ناخد دي برده كمان اسيب النص ده للرز واخد النص ده كده واخدها مع فص ثوم اقطعه برده شرايح واحط معاها ورق لورا وحبهان قرفة خشب واحدة هي بس كفاية والليمون الناشف. وناخد الباشا ده كده ونروح فين نشوح عندي مع الزبدة. اوبا وقعت هنجيبها دلوقتي واشوح عندي مع الزبدة والزيت. تمام اهي خلاص موجودة اهي. هشوح عندي البصلايه مع مجموعه الاعشاب اللي احنا حطيناها ديت الخشب القرفه الخشب ورق اللورا والحبهان والليمون الناشف. بعد كده نقوم معلين بس شويه حاجات طبعا السليمه ديت يفضل لان احنا كده كده محتاجين الفراخ يعني اشوحها كويس تشويحه محترمه فما بحطهاش بودر خليها كده سليمه زي ما هي بتدي طعم افضل. فانت ممكن عاوزه تحط شويه من البهارات شغال برده لو عايزه تحط مثلا شويه بهارات دلوقتي وده اللي هتحطه دلوقتي مع البصل اهي وتستغني عن ورق لورا والحبهان ولكن كل الحاجات دي بتدي شغل حلو قوي بصراحه في الاكل. شويه من البهارات كده على البصل دي بهارات فراخ اللي احنا حطيتها جميل ونقوم مشوحين البصلايه كده. نعمل ايه دلوقتي بقى عشان نحط الفراخ نديها صدمه محترمه كده نقوم واخدين البصل دوت حاطينه كده في جنب جميل طاسه تكون سخنه معايا ونروح واخدين عندنا الفراخ اللي احنا قسمناها عندنا وقلت لك ازاي تقسميها وتطلعي الحاجات اللي هي مالهاش لازمه معاكي زي الرقبه انا بستخدمهاش زي الحته اللي بتبقى تحت في سلسله الظهر انا بشيلها عشان تطلع معاكي قطعه القطعه كده تبقى بالشكل ده تمام اهو من غير السلسله اللي موجوده من غير اي حاجه خالص. نبدا نحط الكلام ده كله هنا ونشوحه تمام. بعد ما بنشوحها مع بعض هشوحها بقى على الجنبين الاثنين مع ايه مع مجموعه الحاجات اللي احنا حطيناها البصل والحبهان ورق اللورا والقرفه الخشب وشويه من البهارات واسيبها عندي تتشوح كويس جدا واقوم واخد معاها قشر ليمون او شريحتين كده منها شريحتين كفايه اقوم حاططهم مع الفراخ وهي بتتشوح تكرمل معايا كده مع البصلايه الليمون فبيدي طعم حلو جدا. ناخد فاصل صغير كده وبعد الفاصل ان شاء الله على ما تشوح معايا وتتظبط معايا كده نرجع لكم تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل بنشوح الفراخ هذه التشويحه الجميله ريحتها حلوه قوي قوي يعني. خدنا التشويحه كده اهو اهو زي ما حضراتكم كده شايفين وقلنا ازاي بنقسمها كمان وقلنا ازاي بنطلعها كده زي بص قطعه لوز ماشي كده الكلام. بعد كده بنبدا نعمل ايه بقى بقوم واخد عليها واحده فلفل اخضر كده شرايح وبعد كده بقوم واخد عليها طماطميه برضو شرايح ماشي
ونقوم حاطينها على الفراخ من فوق. وبعد كده نقوم مدينها رشة الملح بتاعتها. تمام. ماشي. حاجة تفتح النفس. وهم واخد البشوات دي كلها كده بالاعشاب العطريه اللي احنا حطيناها بتاعتها كلها كده بعد ما شوحناها وقسمناها وروقناها. هم ايه مديينها شويه ميه سخنه صغيرين. وبعد كده نقوم واخدينها زي ما هي كده ممكن جرف زهوت. ونقوم واخدينها حمدي وطالعين فين؟ عندي على الفرن بقى. تشوح تتظبط زي الطاجن كده بالظبط عشان نحط عليها نكبس عليها فراخ هنكبس عليها رز دلوقتي اللي احنا هنبدا نشتغل فيه. نحطها في الفرن زيها زي الايه الطاجن كده بالظبط. وبعد كده بنقوم واخدين عندنا حله اللي هنبدا نشتغل بيها دلوقتي. الايه الرز اللي احنا نقدمه على الفراخ فحط عندي شويه زيت صغيرين. وبعد كده هو بقوم واخد عندي زبده ماشي ونشوح. وبقوم واخد عندي بصل مفروم نحط عليه كده نص مكعب مرق. بعد كده عندي الخضار المشكل اللي هو البسلة وجزر الاثنين مع بعض نقوم منزلين عليهم كده اهو. نحط عليه شوية كركم سنة قرفة بسيطة. وكل ده يتشوح مع بعضه مع المعلقتين اتنين من الذرة الحلوة. تمام جدا. بعد كده بناخد عندنا الرز البسمتي وناخد عندنا الملح. بعد ما اتاكدت ان هي اتشوحت تشويحه تمام اقوم حاطط عندي الرز البسمتي نص كيلو واقوم واخد عليها شويه الملح. دوبك بس الايه البهارات تتحط كده وتتجمع مع الرز. نقوم مدينها على طول ايه الميه السخنه. بسم الله. ظبطنا الايه الميه تمام التمام. نبدا نقفل عليها لحد ما تبدا ايه تستوي. وانا كده في انتظار حاجتين اتنين الرز يستوي معايا وبعد كده الايه عندنا الفراخ بتاعتنا اللي موجوده عندي في الفرن. الاثنين بيتكبسوا كده مع بعض واوريهم لك ان شاء الله بعد ما يطلعوا يبقى عاملين ازاي. ناقص اخر حاجه هيبقى عندنا ممكن بوله زي ديت او معيار زي ده اقوم حاطط فيه شويه زبيب مع المكسرات الاثنين دول اللي هيتشوحوا ولكن مش دلوقتي طبعا. اقوم واخد ميه حاططها عندي على الزبيب عشان يفتح معايا كده ويعمل شغل عالي. ودي الطاسه استاذ حمدي هيات اللي هنبدا نشتغل بيها المكسرات. هنحطها هنا تسخن هدي عليها النار شويه لحد ايه ما نجيلها تاني. تعالوا بقى ايه على ايه ما لا ميه عاديه مش ميه دافيه على الزبيب عشان ما يتريش. لو حطيت ميه دافيه هيتري مني الزبيب لكن انا بحط ميه عاديه جدا. وبعد كده هنبدا نشتغل بي في التشويح ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف عندنا فيه كفته لحمه عاملينها بالبطاطس دي جديده قوي.
وطريقه تسويتها كمان مختلفه لانها بتقلي في زيت، بتحمر في زيت. طيب ازاي بقى؟ عباره عن ايه؟ انا بجيب عندي لباب عيش، تمام؟ واحد كده او اتنين اهو قدام حضرتك اهوت، عيش الفين الصغير، في بصل، في بيض، واحد عدد بيض، في نعناع ناشف، في كمون، في قرفه، في عندي بطاطس طبعا اساسي، هي ديت اللي هتسمغ لي معايا الدنيا، النشويات اللي فيها هي اللي هتسمغ لي، وعندي مجموعه البهارات اللي موجوده عندي اللي هنبدا نشتغل بيها دلوقتي ان شاء الله. نايز. تعالوا بقى بص يا عم حمد هنعمل ايه. اقوم واخد عندي البطاطس بتاعتنا، ركزي فيها والله هتعجبك قوي، عملتها بعملها كذا مره، الاولاد عندي بيعجبهم جدا موضوع الكفته البطاطس باللحمه ديت. فكره قشري البطاطس تبداي اللي انت تبشريها بشره كده محترمه، تمام، على الخشن، ناخد التانية يعني مثلا اتنين دول، الاتنين دول مثلا وزنهم مثلا 300 جرام على نص كيلو من اللحمة، فهتترمي معاك كمية كمان حلوة قوي لو عايزة مثلا تعملي كفتة مثلا، ترمي معاك كمية حلوة. وفي ناس بتعملها بعد ما بتعملها بتاخد الطبق ده وتحطه مع صلصة زي كفتة الرز كده، برضو بيبقى حلو قوي وطعمه جميل جدا. الفكرة بقى اللي فيها حاجة لازم تاخد بالك منها، البطاطس دي بتبقى فيها مية، فأنا هقول لك على حركة دلوقتي هنعملها. عشان المية دي ما تخليش الكفتة تفصل معاكي. بعمل إيه؟ بقوم واخد دي كده، البطاطس ديت مجمعها كده، وأعصر أطلع المية اللي فيها ديت كده أهو. ماشي؟ أهو. تمام؟ تاخدي بقى البطاطس ديت بعد ما عملتها كده ونقوم رايحين فين؟ عندي على الكبة. يلا بينا أهي. هاخد بس شوية تانيين دول. نقوم واخدينهم كده عصرينهم. حطهم في الكبه، يعني البطاطستين اتنين على نص كيلو من اللحمه المفرومه اللي عندنا. طيب بعد كده بنبدا نعمل ايه؟ اقوم واخد عندي البصل، والله البصل برده محتاجينه يتبشر برده عشان ما يعضش معايا. اهو. هو موتي عندك كمان؟ ماشي. صباح العسل يا حبيبي، صباح الفل يا حبيب قلبي. هو واضح ان في حاجه شغله عندي بس. بص يا باشا، ادي لوبه العيش بتسمغ مع البطاطس كمان، نقوم حاطين لوبه العيش كده كده. وبعد كده نقوم واخدين واحد عدد بيضه حاطينها معاها. ما هو ده عيش فينو، والله. انا بقول لك انت مشغول عني بس. عندي نعناع، نعناع ناشف. شوية من الكمون، سنة قرفة بسيطة جدا، حاجة بسيطة جدا، ماشي. وبعد كده بقوم واخد عندي اللحمة المفرومة النص كيلو، وشوية ملح، وشوية ملح. ممكن كمان مكان اللي لوبة العيش ده ممكن ينفع مكانه بقسماط، لو حابة مثلا تحطي بقسماط يشتغل معاكي زي الفل. اقوم واخد عندي الفلفل الأسمر وشوية بابريكا صغيرين كده، تمام تمام. هقوم واخد قافل ديت ونسمع عندنا اللحمة كويس بقى.
اللحمه كده بقت تمام التمام خلاص، زي ما قلت لك كده الكبه قويه بتجمعها في حته واحده بتبقى زي الفل ان شاء الله. تمام. طيب نبدا ناخد عندنا اللحمه اهيت، عشان دي قلنا هنعمل فيها ايه، هنحمرها في زيت مش هتاخدها، وبعد كده متحمره ينفع ان انت تاخديها زي ما قلت لك في صلصه تبقى حكايه برضو اهي. تمام جدا. هناخد بس الكبه دي نشيلها من هنا. وبعد كده بنبدا نعمل ايه بقى، اقوم واخد عندي اللحمه كده اهي، ونبدا نعملها ايه، صوابع زي اللي قدام حضرتك دي كده اهي. دي هنعمل فيها ايه، هنقلها في زيت الصوابع ديت. وقلت لك على طريقه تانية ان احنا ممكن ناخد عندنا الكلام الجميل ده هو، وبعد ما يطلع من الزيت نحطه فين، في صلصه. انا بس بلي ايدي ميه، عشان بص لما بليت ايدي ميه ايه اللي بيحصل، تلاقي ماشيه معاكي مزيكا زي السكينه في الحلاوه كده اهو. تمام. وينفع على فكره نصبحها بميه بصل لو هنشويها، لكن انا مش هشويها، لكن انا مش هشويها، فاهم الفكره؟ صح يا حمد، هي الفكره مش موضوع مش موضوع يعني لو هنشويها ده كلام تاني، لكن دي انا حاطط فيها بطاطس فانزلها الزيت هتتحمر. وقلت لك ممكن تعملي بيها كذا حاجه بعد ما تطلع بصلصه، الصلصه الحمراء تطلع طعمها حلو قوي. فهناخد فصل ان شاء الله كده صغير، وبعد الفصل نقوم واخدينها ونبدا ان احنا نحمرها، وننفع على فكره نخزنها كمان في الفريزر. كل الحاجات اللي انا بعملها دي زي الوصفه دي كده مثلا للموظفين تبقى حلوه جدا ليهم، تعملي الحاجه ديت من بالليل وتظبطيها وتحطيها عندك في في الفريزر، تطلعي تحمري تحطيها في صوص احمر، شويه رز جنبها وشويه سلطه، كده انت عملتي ايه؟ الصنف بتاع النهارده، وفي نفس الوقت زودتي من كميه اللحمه. وده الايه الهدف برضو من الوصفه دي والله، ان كميه اللحمه ازاي انا الايام اللي جايه دي كلها واللي فاتت بعمل كده، ازاي من كميه لحمه صغيره تطلع كميه كبيره. يعني انا لو شغلت نص كيلو دي جدا بتطلع كيلو لحمه. ليه؟ لان انا حطيت عليهم مع البصل ومع البطاطس، ولو انت حسبت بالجرام هيطلعوا كيلو، فاهم ازاي؟ ال 400 جرام من اللحمه بالحاجات اللي احنا ضفناها ديت يطلعوا لك في الاخر كيلو من الكفته اللي قدام حضرتك ديت. فدي تخش في سكه ايه، نخش مع بعض في سكه توفير على قد ما نقدر، وربنا يعدي الايام ديت ايه على خير، وان شاء الله الموضوع كله يبقى تمام ان شاء الله، ونرجع الاسعار زي الاول بامر الله. فهنا هنا في البرنامج بس ديت الهدف بتاعي والله، اللي انا صدر الفراخ ازاي اطلع لك منه كميه كبيره، الفرخه ازاي اطلع لك منها كميه كبيره وناكل منها، فاهم ازاي؟ وبعمل على حسب كل الامكانيات، الطبقات اللي هتتفرج علينا. انا ما بشتغلش بس الطبقه اللي هي لا، من الشغل كله، اللي بقى ياخد الفكره ويشتغلها براحته، يعمل ياخد الفكره اللي تعجبه ويعملها. خلينا ناخد فصل ان شاء الله، وبعد الفصل نواصل. مفرومه بتتقلي في زيت طبعا، ما هو كفته برضه الرز بتبقى فيها لحمه وبتتقلي في زيت، ولا يهمك هتفك، هنشوف دلوقتي وهيدلك كل حاجه قدامك، ولكن امشي بالتكنيك اللي احنا اشتغلنا بيه، عشان بجد بجد انا اشتغلت بواحده جربتها قبل في الفاصل والطعم بتاعها حلو قوي. طريه طراوه يا جماعه والله حلو قوي بجد، يعني بصي من جوه طريه جدا مستويه قوي حلوه جدا. بصي الطراوه بتاعتها عامله ازاي بامانه، يعني ان شاء الله تعملها وتعجبكم جدا، وتقدري انت تخزنيها عندك في الفريزر، وتقدري تعمليها بصوص احمر، يعني بعد ما تطلع ينفع زي كفته داوود باشا كده تقدري تطلعيها وتقومي حاطاها بصوص احمر، تقدميها مع مكرونه سباكيتي. بصي المنظر اهو، ايه رايك؟ ولا اي فك ولا اي حاجه، لان زي ما قلت لك
زي ما قلت لك احنا بنشتغل زي ما قلت لك، هو التكنيك هو اللي بيفرق. لو انا خدت البطاطس حطيتها مع اللحمه من غير ما اعصرها كده انت بوظت الدنيا. فانت لازم تكون عندك حته السنس في الشغل هنا ديت عشان الحاجه تطلع معاكي ما فيهاش غلط، والزيت يكون عميق وسخن. كل الحاجات دي عوامل تطلع لك الكفته ديت محترمه قوي بامانه يعني. فتجربوها ان شاء الله تعجبكم قوي. اهي بص عامله ازاي ما شاء الله. سيبيها بقى لحد ما تحمر معاكي وطلعيها وقدميها مع شويه بقدونس والنعناع، عامل فيها شغل عالي جدا جدا جدا. طيب سلطه البنجر من السلطات، والصبغه اللي موجوده في البنجر دي مفيده جدا جدا. ولازم الطبق ده يكون موجود بشكل ما قلت لك شكل اسبوعي حتى. انا بجيب البنجر زي ما هو عشان في ناس بتغلط بيها بتقشره وبعد كده بتقطعه مكعبات، يعني انت بتفقد الفايده اللي فيه خالص يعني. طب عشان نستفاد منه اكتر بالقشر بتاعته كده بنقوم حاطينه في ميه سخنه زي ما هو كده، حاطينه في ميه سخنه عندي على النار وتسيبيه لحد ما يستوي. بنعرف منين؟ عن طريق شوكه. جيبي شوكه كده، لو لقيتيها مش ما بتنزلش كده يبقى ايه لسه، لقيتيها بتسرح لجوه يبقى كده استوت تماما وتبداني تشتغلي بيه. ولكن برضو ما تهريش البنجر قوي على النار، يعني هو تلت ساعه بتلاقي ظبط معاك الدنيا وزي الفل ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي تاني. اجيب بس منشف مطبخ عشان الكفته دي بجد بجد خطيره قوي، لازم تجربوها هتعجبكم. كفته البطاطس باللحمه ما شاء الله، ولا فكت ولا حاجه. سيبيه عندك لحد ما تاخد اللون الذهبي وبعد كده نبدا اللي احنا نطلعه. هنحط مع البنجر رمان، رمان كده كده عشان تقشريه بمنتهى السهوله كده من عند الحته اللي فوق دي، سهله كده وكده اهو اهو. ما هي مفيش اسهل من كده، شفت المنظر اهو؟ ايه رايك؟ ادي البرنيطه اللي فوق صح؟ شلناها. بنيجي بقى عند الحروف دي مونتي كده، دي تنزل كده، ونيجي عند كده اهو، ونيجي عند الحروف دي ونقوم نازلين كده كده. دي طريقه لتقطيع الرمان في البيت. بص 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 اهو، بص هوريك كل حاجه دلوقتي كده، وتقوم عامل كده وتقوم عامل كده وتقوم عامل كده، وبعد كده بقى تعمل كده تقوم عامل ايه، تقوم جايب البونه تقوم عامل كده، وتقوم جايب السكينه ظهر السكينه. اي بقول لك ايه، مش محتاج خبطه، انت مجرد ما بس بتعمل كده اهوت بتلاقي الرمان نزل معاك الحب بتاعه بمنتهى السهوله. لو بتحبيه فاستشير الرمان فعلا اهو. مين معانا يا رغدة؟ يا ام شيماء، ام شيماء ام شيماء. الو صباح الخير. صباح العسل يا ام شيماء، ازاي؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كل حاجتك جميله والله. ده انت اللي اجمل والله يا ام شيماء، ازاي الصحه؟ الله يخليك الله يخليك، الله يديك الصحه والله. كل ما اطلبك يا سيد محمد نقف كتير على الخط. ربنا يخليك. معلش يا ست ام شيماء انا اسف والله. ربنا يديك الصحه. لا ابدا نزيد حاجه والله. ويديك الصحه يخليك لينا. طيب عامل ايه؟ وانت طيبه الحمد لله والله في نعمه، ربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يديك الصحه وكل حاجه جميله من ايديك والله. شكرا يا ست الكل، ربنا يكرمك. تسلم ايديك على كل حاجه وربنا يبارك لك يا رب في كل حاجه. الله يسلم حضرتك. شكرا يا ام شيماء، لو ليك سؤال تحت امرك. رب يبارك لك في الحاجه يا رب. اللهم امين يا رب، ربنا يديك الصحه. شكرا. الله يخليك. هو هيعمل لك كفته البطاطس دي ان شاء الله، وادعي لنا كده هتعجبك قوي ان شاء الله. ان شاء الله يا ست الكل ان شاء الله. شكرا لحضرتك. وقلت لكم تقدروا تاخدوها وتحطوها تعملوها في صوص احمر، او تقدروا انت تشتغلي بيها كده. ناخد الحاجه سعاد. الو. الو. ازيك يا حاجه سعاد؟ ايوه يا فندم. ازيك يا حاجه سعاد؟ حضرتك انا معلقنا على التليفون. انا بعتذر والله، انا كنت فاصل والله، انا اسف، انا بعتذر ليك والله. يعني ما ينفعش كده يعني يا شيخ محمد. والله العظيم حقك عليا. حقك عليا والله. لسه كلمة بقالي زمن يعني، انا معاك من اسره الطفل، اسره قناه الطفل. وانا اسره الطفل. اهلا وسهلا. بشوفك بقالي زمن يعني. ده على دماغي والله، على دماغي، وزعلك ده في دماغي. الله يخليك، وانت الصراحه يعني قمه الشفاء يعني، ما شاء الله عليك. تسلمي لي يا ست الكل، تسلمي.
ايوه شيف محمد. ايوه معايا حضرتك. لسه يعني ما سبتش ولا حلقات لما بشوفك من اول اسره على دماغي مع الشيف حسن. على دماغي استاذنا حبيبتي ربنا يخليك. الله يخليك يا شيف. الله يخليك ما حرمش منك والله. شكرا شكرا. انا والحاج صراحه معجبين بحضرتك جدا. سلمينا عليه كتير ربنا يخليكوا لينا. لا والله فعلا يعني. ربنا يخليك يا فندم اشكرك. شكرا يا حاجه سعاد. سلميني للحاج واللي عندك كلهم ربنا يخليكوا لينا ويديكوا الصحه كده. تعالوا بقى نشوف عندنا الرز ايه الاخبار. ما شاء الله انا ما قلبتش خالص يعني الرز بتاع ده انا ما قلبتش فيه حاجه. هو ختم زي ما قلت لك اي رز كده تعمليه. بصي بقى شويه الرز طالعين عاملين ازاي. مفيش كلام فوق زي تحت كله مستوي وكله واخد الايه السوى بتاعه اهو زي ما انت حضراتكم شايفين. تمام نشيل نركن هنا دلوقتي عشان نبدا نشتغل عندنا في المكسرات دلوقتي اللي احنا هنبدا ايه نشوحها لينا. طيب نرجع للسلطه بتاعت البنجر. اقوم واخد عندي البنجر بتاعنا بعد ما اتسلق. طبعا بتلبسي جلوفز طبعا عشان الصبغه بتاعته ما تطلعش من الايد لكن مفيده جدا جدا سبحان الله للمعده. واقوم واخد كده البنجر واقوم حاطط عليه شويه بصل اخضر مفروم شويه كزبره مفرومين مش كتير عشان ما يبوظوش بس الطعم بتاع السلطه. واخد عندي الرمان بتاعنا اللي عندنا اللي احنا عملناه نص بس كده والنص التاني اسيبه للديكور. محلاها السلطه ديت يا جماعه والله. ماشي قلبناها كده وظبطناها. تعالوا نجيب عندنا طبق التقديم يا استاذ حمدي. بسم الله خص باتافيا لو موجود اي نوع خاص عندك شغال. خاص الخاص مبدئيا بس الخاص ده كنا زمان كنا بنجيبه مستورد دلوقتي ده نوع من انواع ده. طبعا الخاص انواع كتير قوي يوناني وباتافيا وانواع. بص لو قعدت تحكي عليها من هنا في حلقه والله اعملها لكم مخصوص للحاجات ديت. انا ليا صاحب كان قاعد في المانيا بصراحه فتره كبيره وبدا يعمل الزراعه دي كلها هنا ده في جامعه احمد عرابي. الواحد فخور بجد والله بيه قوي. عمل كل حاجه كل الحاجات المستورده اللي كنا بنجيبها من بره بدا يزرعها هنا. فدي حاجه كويسه جدا. اللي دخلت عنده المزرعه انبهرت بكل حاجه بطريقه الري باي حاجه بيقول لي اقدر ان انا ازرعها هنا. طبعا مزرعه كبيره فان شاء الله باذن هي صوب كبيره كده وانتوا عارفين طبعا نظام الصوب بتبقى نظام اللي عامل نظام ري معين فان شاء الله هيبقى موجود معايا قريب. وهنجيب لكم الحاجات كلها الجميلة الطبيعية ديت وهنبدأ نشرحها لكم بإذن الله على الهوا بأمر الله يعني. لأن الموضوع موضوع شيق جدا بأمانة. فهو من ضمن الحاجات ديت الخاص بتابع ده بقى بيعمله هو وبيصنع وبيزرعه فبيطلع حلو قوي بألوان كتير قوي. ناخد معانا أم محمد. ألو محدش بيقول لي ألو. أيوة أم محمد ده كل الناس زعلانة مني. ألو إزيك يا أم محمد؟ ايوه يا حبيبي. ازيك يا حاجة غالية؟ ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملة ايه يا قلبي؟ انت اللي عامل ايه يا عمري؟ ربنا يخليك ليا. انا عندي 77 سنة. ربنا يديك الصحة والله يخليك لينا. الله يخليك يا حبيب حسن. قلبي ربنا يخلي محمد واسمه. انت بتنور الشاشة حبيبتي والله العظيم. انت اللي منوريها. ربنا يخليك لينا يا ازيك يا حبيبي. في نعمة الحمد لله. انت كويس يا عمري؟ طول ما انت كويسه الحمد لله تمام. ربنا عمرك يا حبيبي. حبيبتي والله. والنبي انا عايزه ابعت اهداء لاولاد محمد. اتفضلي. ملك وادم. احلى ملك وادم في الدنيا ربنا يخليهم لي. الله يخليكوا اولاد محمد. وفاطمه الزهراء بنت بنتي. ما شاء الله ربنا يبارك. فاطمه الزهراء في الكليه. ما شاء الله ربنا ان شاء الله يكونوا سامعينك بس اهم حاجه بالاهداء الجميل اللي انت عملته لهم ده. الله يخليك. انا بقى انا بعشقك كده. ربنا يخليكي لينا والله. انا بعشقك حبيبتي والله وانا بعشقك والله. ربنا يبارك لي في عمرك ويخليك ويديك الصحه ويبعد عنك المرض. اللهم امين يا رب. الله يا حبيب قلبي من جوه. تسلمين. انا قاعده كده وشايفاك في الشاشه
كده ربنا يبارك لي في عمرك يا عمري. حبيبتي والله ربنا يخليكي. ربنا يخليك يا حبيب قلبي من جوه. اقسم بالله احلى حاجه في الشغلانه اللي انا شغاله ديت لما اسمع دعوه زي ديت، والله العظيم ما بنافق، بس فعلا لما حاجه تطلع من قلبي للقلب بتوصل للقلب. ربنا يخليكوا ليا. شكرا يا ست ام محمد يا غاليه. تعالوا بقى نشوف. بس عن لا ده انا عندي اهداء من استاذ احمد. استاذ احمد ده عشره عمر يعني، صديق وحبيبي. عندنا اهداء بنقول للاستاذه ايمان محسن. بعت اهداء للاستاذه ايمان محسن من الجزائر، بيبعت لها احلى تهنئه من البرنامج، هو بعت لها الاحلى تهنئه من البرنامج ومن اسره قناه المطعم، بنقول لها الف مليون مبروك للاستاذه اسماء من الجزائر. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا. ادي صاله البنجر، نقوم حاطينها كده في النص. الالوان بقى ايه، الوان لوحدها تاكل. بص اللون بتاع البصل كمان بقى رز، فاهمة ازاي؟ بدا يعمل شغل عالي قوي زي ما انتم شايفين الالوان. يعني وانا واحد من الناس، انا اهم حاجه عندي في البيت طبق السلطه، انا ولا يهمني طبق فراخ يبقى موجود ولا لحمه، والله ولا الحاجات دي بتشغلني خالص قد ما بيشغلني طبق السلطه، وهو ده اهم حاجه بالنسبه لي. لان الحاجات المفيده اللي موجوده فيه وهو ده اللي بياكل يعني. دي معلقه مستورده، ده خلي بلسمك، ده الدريسنج بتاعها. وبعد كده بقوم حاطط عندي عصير ليمونه كده، وهوب بنقوم نازلين عندنا بشويه ايه، معلقه عسل ابيض، ده بيخلي الموضوع في حته تانيه خالص. معلقه عسل ابيض، فالحامض اللي احنا حاطينه، العسل الابيض، كله حاجه محترمه جدا. بعد كده هقوم واخد الكلام ده هو كله، وهم واخد عندي بوله، ممكن بوله لو في مثلا. ايوه موجوده خلاص اهي اهي. بص يا استاذ عندي كده اهوت هنا. الله شكرا. ممكن تقف هنا كده شويه بس عشان تاخد كميه حلوه. نتقدمها بالهنا والشفا. دي سلطة البنجر بالرمان اللي احنا عاملينها، نتمنى ان شاء الله تنول اعجابكم. ناخد بقى الاستاذة فاطمة. الو استاذة فاطمة. استاذة فاطمة الو. ازيك يا استاذة فاطمة؟ ازيك يا محمد، انا من بنها وبحبك قوي. ده احلى بنها في الدنيا، وانا بحبوه كتير والله. انا قاعده بتفرج عليك حبيبتي، وانا بشاور لك على الهوا. اللي الست لسه مكلمك عندها 77 دي، انا سامعاه. عسل يا حبيبي، عسل، ربنا يخليك. انا بحبك قوي يا محمد. ربنا يخليك لينا يا ست الكل. كل يوم اقعد لك مخصوص. شكرا والله، ده من ذوقك، ربنا يديك الصحه. ادعي لي ربنا يشفيني والنبي يا محمد. ربنا يشفيك ويعافيك يا ست الكل، اجر وعافيه ان شاء الله. يا ربي خليك، انا بحبك لله لله. ربنا يخليك. واشوف ابن بنتي كريم. ما شاء الله. زيك كده. ان شاء الله تشوفي احسن مني انت كمان. كريم زيك. ان شاء الله تشوفي احسن مني، ربنا يخليكي لي ويخليكوا لبعض. شكرا ليك. بحب اتفرج عليك يا محمد. ربنا يخليكي ليا والله، شكرا يا حاجه فاطمه. عسل يا ناس يا جميله كده والله، يعني احلى كلام في الدنيا والله الواحد بيسمعه والله. شكرا ليك. الكفته دي جميله قوي، لازم تجربوها يا جماعه امانه يعني، لان طعمها حلو قوي قوي قوي. ويا سلام لو تسيبوها كمان ساعتين كده ولا حاجه في الثلاجه قبل ما تشتغلوا بيها، تطلع لك الطعم الحلو، والبصل كده يخش مع اللحمه وكده فيعملوا انسجام مش طبيعي. بص يا باشا الموضوع عامل ازاي. بص يا استاذ حمدي بقى، عشان اللي جاي جامد قوي بقى، اللي جاي موضوع حلو قوي، زي الفراخ اعتقد كده استوت. الله دي كده فل الفل. بص زي ما حضرتك كده شايفه كل حاجه. بص بقت عامله ازاي، الفراخ استوت، يعني الفراخ نفسها استوت معايا وتبقت تمام التمام. هنبدا نعمل ايه بقى. اقوم واخد عندي اي حاجه، اي فورمه عايزه تقلبيها تديها شويه ميه كده وتقلبيها كده مع بعضها، وتقوم حطها كده. الله
على الأعشاب العطرية عاملة شغل. هاخد عندي الفراخ يا أستاذ حمدي كده ونقوم حاطينها تحت. الفورمة دي يا شباب مش تنفع، خلينا نشتغل في فورمة تانية. عايز فورمة تكون إيه؟ ممكن صينية، يعني ممكن صينية عادي مفيش مشكلة وأكبسها. أقول لك على حاجة، والله أنا أقول لك على حاجة حلوة جدا، ولا محتاجة يا جماعة حاجة وشكرا. أنا هشيل الورق اللورا والإيه والليمون ده، وهشيل القرفة الخشب، وهشيل ورق اللورا ديت برضو، خلاص مفيش أحلى من كده في الدنيا. وأعمل إيه بقى دلوقتي؟ أقوم واخد يا أستاذ حمدي الرز ونعمل كده، ده مفيش أحلى من كده بجد. يعني بص الحلة من تحت هنا يا أستاذ حمدي عاملة إزاي، بص المنظر أهو، مفيش أي حاجة خالص، زي ما قلت لك كل حاجة تطلع معاك مظبوطة إن شاء الله. ونقوم واخدين ديت وكابسين، ونجيب أي حاجة بقى عريضة كده اهوت من عند الشيف صلاح عبد السلام كده اهوت، ربنا يكرمكم، حاجة العريضة بتاعتها المراية بتاعتها الحلوة ديت، ونقلب بيها. ناخد مدام ليلى. الو الو، ازيك يا مدام ليلى؟ اهلا، ازيك يا شيف محمد؟ ازي حضرتك يا ست الكل؟ سلم ايديك على كل حاجه بتعملها. الله يحفظك يا ست الكل، والله من زوري. الله يبارك لك في صحتك يا رب، يخلي لك ولادك ويخليك لينا يا ست الكل، والله اشكرك. بص الله يخليك، لو سمحت يا شيف محمد. ايوه، عايزه طريقه الكفته دي تاني وتعدها لي وتقولي عملتها ازاي. اه من عينيا والله، حاضر من عينيا. تسلم تسلم عينيك يا رب. عينيا عينيا الاثنين، حاضر دايما كده نشوفك بخير وتقدم لنا حاجات احسن. الله يخليك يا ست الكل، حياتك، شكرا لحضرتك جدا. هنقدم كده اهوت ايه، ونجيب المرايه. طيب هنا بقى بص يا استاذ حمدي، هنعمل طبق كنافه حلو قوي. طبق كنافه النهارده هنستخدم اطباق ركفيه عشان هنبدا نشتغل فيها. ده طقم الطبق المربع من طبق راك الجميل جدا والشيك جدا، وطبق مش اللي هو يتحط في النيش وخلاص زي ما كنا بنعمل زمان، لا لا، الفكره دي اختلفت تماما مع اطباق راك، لان طبق بقول لك بنستخدمه، استخدمه في الحلو واستخدمه اطجنه كمان اعمل فيه طواجن للحادق. فاللي هو مش طبق انا بحطه في نيش وخلاص، لا انا فعلا حرفيا انا بهيم الطبق، بفضل اشتغل فيه لو اشتغل فيه ال 24 ساعه. الاطم دي كلها بقى لها 3 سنين معانا، لو تلاحظوا مفيش اي حاجه فيها، بنشتغل فيها طواجن وبنشتغل فيها كل حاجه، نطلعها على الحوض تتغسل تيجي كده بالنظافه اللي حضرتك كده شايفاها. هناخد طبقين من دول، جميل، وتعالوا نجرب في التسويه. اقوم جايب عندي معلقه سمنه، لو مفيش طبعا تقدري تعمليها في صينيه. هقوم جايب معلقه سمنه كده حاططها هنا، ومعلقه سمنه حطينا هنا. ده بقى مقادير طبق الكنافه اللي قدام حضراتكم هنبدا نشتغل بيه دلوقتي. هقوم جايب عندي كنافه حاططها كده في الطبق، وهنسوي الكنافه في الطبق، وهتشوفي ان شاء الله لو في وقت هطلعها لك واوريك اللون ذهبي هتبقى عامله ازاي. اقوم واخد كده الكنافه ديت. عندي ميزه كمان هنا في الطبق اللي هو عاشق ومعشوق، يعني هعمل كده واكبس كده، بس طبعا ما تضغطش قوي عشان ما تكسرش. ها اهو، ايه رايك؟ تمام. اقوم واخد الطبق التاني كده، واقوم حاطه على الطبق ده كده تاني وبالراحه لحد ما يطلع عندك بالشكل ده. الكنافه دي حاطين عليها سكر باودر وحاطين عليها شويه سمنه صغيرين. نبدا ناخد طبقين راكل الشيك دول ونقوم رايحين فين؟ عندي على الفرن نسويهم على درجة حرارة 180. معقولة تطلع الحاجة ذهبي؟ هنشوف دلوقتي إن شاء الله بعد ما تطلع تبقى عاملة إزاي. طيب خلينا بقى نشوف عندنا الكريمة بتاعتها هتبقى عبارة عن إيه؟ خلينا هنا. ده نص لتر لبن عندي على النار. كريمة الجبنة بقى ركزي معايا فيها، دي كاستر باودر قدام حضرتك اهيت، معلقتين كبار، ودي معلقتين كبار نشا، وعندي نص كوباية من السكر عادي او سكر باودر مش فارقة، وبعد كده عندي شوية كريم شانتيه صغيرين، بص الخلطة الجامدة ديت ها، وعندي شوية ماء ورد او ماء زهر، تمام. وبعد كده اقوم واخد كده كده يا باشا، الله، نقوم قافلين كده اهوت الكلام ده كله مع بعضه ونقلب. واقوم واخدها ورايحين فين؟ عند النص لتر اللبن اللي عندي على النار ده اهوت، ونقلب الخليط ده كله مع بعضه.
بسم الله. الله على مية الورد ومية الزهر اللي حطيناها، عاملة شغل عالي قوي. يقلب بس يا حمدي ونعمل اللي احنا عايزينه. تمام؟ طيب انا عايزه بقى وانا باكلها، حتى يعني ساعات واحنا بناكل الكريمات ديت بتلاقيها كريمه كده واحنا بناكلها، من معلقه الزبده دي، السر في معلقه الزبده دي. تقومي حطها كده في الاخر، يدي لمعه للكريمه وفي نفس الوقت وبيدي لها طعم كمان، وفي نفس الوقت يخليها القوام بتاعها كريمي قوي. معلقه الزبده. عشان كده لما بنشتغل بشاميل بنشتغل فيها على طول. الله عليك. زي ما انتم شايفين كده، النشا والكاستر طبعا هما اللي هيبداوا ايه يربطوا معايا الدنيا ديت، طعمها حلو قوي. تيجي يا حمدي كده نسمي الله ونشوف الموضوع ده. ادي الحاجه اهيت، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو رز بسمتي فممكن ايه يهدل، ما عندناش مشكله. اللهم صل على النبي، حاجه محترمه جدا دي. الحاجة بتاعتنا هاد ما شاء الله، الفراخ مستوية والرز تمام، ألف هنا وشفا. الكريمة قلب بتاع أستاذ حمدي، هنبدأ نعمل إيه بقى؟ هطلع أطباقك بعد ما تستوي وبالكنافة، ونبدأ نحط لها الكريمة دي من فوق وبس، تبرد في التلاجة نقدمها بالهنا والشفا. هنشوف الكلام ده ولكن بعد الفصل. ورجعنا تاني بعد الفاصل. ادي زي ما انتم حضراتكم شايفين اطباق راكة اهيت، زود الكنافه ازاي واللون ذهب ازاي اللي حضراتكم كده شايفينه، والطبق ولا حصل له اي حاجه ومحطوط في الفرن على درجه حراره 230 كمان قدام حضرتك. طيب بنبدا نعمل ايه بقى؟ بقوم واخد عندي شويه جبنه اهيت، جبنه موتزاريلا مثلا عادي جدا، واقوم واخدها حاططها فين؟ عندي على الكريمه وهي سخنه كده، وبالراحة خالص في التقليب، هتلاقيها بتمط معايا وتديني المطة المحترمة. وناخد مدام سوني. الو الو، ازي حضرتك يا ست محمد؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا ست الكل، عاملة ايه؟ كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا فندم. وناس بتعيد الحب بقى، يا ريت تعمل لنا تورتاية بعجينة السكر وتهديها لمين بقى؟ اشكال الورد وتهديها لمين بقى اللي انا اعملها لك ديت؟ نعم، تهديها لحضرتك لمين؟ بهديها عليك وكل الشعب المصري. حبيبتي ربنا يخليكي لينا، عينيا والله. حاضر. بالنسبة لعجينة الملح حضرتك نسيتها. عينيا والله، اعملها لك. حاضر، من عينيا لكين قريب. حاضر. والخبز البوري الله يخليك. عينيا الاثنين يا مدام سونيا والله. حاضر. وبعدين حضرتك كنت في حاجة تانية، كان الديكوريشن بتاع الشيف نونة. ايوه. ما حدش عمله. الايه مش فاهم، مش يعني ايه مش فاهم؟ يعني اقول لهم حاضر. البرنامج ما يبتدي في طبق بالطماطم ديكوريشن تقريبا، خيار حاضر. وطماطم. حاضر يا مدام سونيا، عينيا الاثنين والله. حاضر تمام، بس انا مش قادره اعرفه ازاي. ماشي خلاص، حاضر عينيا الاثنين. حاضر يا مدام سونيا، شكرا لحضرتك جدا. هعد لكم الكفته دلوقتي احنا عملناها ازاي. يعني بص بقى، بص طبقة الجبنة، بص المطة بتاعتها عاملة ازاي يا حمدي، فاهم ازاي كده؟ تحط دي عندك حلين اتنين. الله، بص اهي،
عندك حاجتين اتنين، كولا وهي سخنه بالهنا والشفا. لو عايز تاكلها سخنه نقوم ادينا كده شويه فستق كده من فوق، وحاجه جامده جدا، ودي برده شويه فستق كده من فوق، حاجه محترمه قوي. ماشي، لو انت عايزه تعملي في صواني مثلا زي ديت برده شغال اهو، فاهم ازاي؟ وبعد كده ناخد دي برده اهيت قدام حضراتكم اهيت، نقوم حاطينها كده ونبدا ان احنا ايه نحط عندنا شويه الفستق كده وشويه الفستق عليها كده من هنا من فوق، وبنقدمها بالهنا والشفا. حلو جدا. طيب تعالى بس يا حمدي اعمل حاجه بس بسرعه، اللي انا عندي الزبيب والمكسرات، بقوم حاطط الزبيب الاول كده في الطاسه ديت. ماشي، وبعد كده نقوم حاطين عندنا شويه اللوز واي شويه مكسرات ونحمصهم عشان الفراخ، وناخد ماما ناديه. يا ماما ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اجمد شيف في مصر كلها؟ ازيك يا ماما، اخبارك ايه؟ وحشاني والله. عامل ايه؟ والله وانت وحشني والله كتير حبيبتي يا ماما ناديه. الحمد لله على نعمه الصحه وكل خير والله. الله يكرمك ويديك الصحه. المهم ان انا اتابعكم وبس والله. ربنا يديك الصحه يا ماما. عامل ايه؟ وكل يوم تغيير وكل يوم جديد حبيبتي والله. يا ماما ازيك؟ ربنا يديك الصحه. تسلم ايديك يا ابني والله. ربنا يخليك يا ماما. تسلمي. اتعلمنا منك كتير والله يا محمد. كفايه الذوق والادب. ربنا يخليكي لينا يا ماما ناديه والله. اتعلمنا منك يا ابني والله، ونعم التربيه. ربنا يديك الصحه. ربنا يكرمك ان شاء الله ويحسن دايما ما بين ايديك ويبارك لك في اولادك واسرتك يا رب. اللهم امين. ربنا يخليكي لينا يا ماما. ماشي محمد، شكرا. شكرا يا ماما ناديه. ربنا يديك الصحه، دعواتك. مع السلامه. شايفين الطبق الشيك اللي بشتغل بيه ده؟ ده ظهر اللي انا بشتغل بيه، ده طبق ظهر حلو قوي. هعمل لكم بيه حلقه، جايب منه اشكال كتير جدا، هعمل لكم بيه حلقه حلوه قوي من الفاهيتا. هنا الزبيب واللوز. لا ده ما يخش فرن، ده بقى خشب. بص اللون قايم، نطلع الالوان عامله ازاي. نقوم واخدينها كده ونقوم ايه حاطينها جنب الباشا ده كده، صح؟ يلا بينا اهو. انت تؤمر يا استاذ حمدي، انت تؤمر يا باشا. كده تمام. ماشي، زي ما انتم شايفين كده اهوت الطبق بتاعنا بالشكل بتاعنا زي ما حضراتكم. بسرعه كده، بسرعه سريعا هشرح الكفته يا حمدي، لان الكفته ديت لازم تجربوها. انا جبت بطاطستين اتنين وبشرتهم، بعد ما بشرتهم انا خدتهم وقمت عصرهم من الميه، بعد ما عصرتهم بالميه حطيتهم في الكبه، وحطيت معاهم بصل مبشور بصلايه زي ما هي، وقمت حاطط عليها واحد عدد بيضه، وقمت واخد اتنين لبابة خبز فينو اللي هو الصغير حطيتهم معاها، حطيت ملح وفلفل وحطيت نعناع ناشف وشويه من البهارات، وقمت واخد واحد عدد بيضه حطيتهم معاها عشان تسمغها لي وتطلعها لي طريه جدا وتنفشها لي كده ما تبقاش مكتومه لما نزلها الزيت، وضربت الكلام ده كله مع بعضه في الكبه. بعد كده ما طلع نزلتها في الزيت. بص ما شاء الله من جوه عامله ازاي اهي، مستويه سوى تمام التمام وطريه جدا، يعني كفتة محترمة قوي. لا ان شاء الله تعملوها وتهنوا بيها. انا بقول لك الحاجات دي يعني دي من الكفتة اللي انا بعملها الاولاد على طول بيتبسطوا بقى قوي. وساعات بعمل لهم كمان شويه مكرونه سباكيتي جنبهم، وبقوم حاطط معاهم شويه صلصه، يعني اقدر اغرق دي في الصلصه زي كفته الرز كده، فبتطلع حلوه جدا. عايز اقول لك على حاجه كمان، اللي هنا هدفنا في البرنامج زي ما قلت لك ان ازاي اقدر اطلع من ربع كيلو لحمه مفرومه او نص كيلو اقدر اطلع منها كيلو، ازاي اقدر اطلع من الربع نص ومن النص كيلو، هو ده الفكره اللي انا بشتغلها في البرنامج هنا. فقدرت اللي انا قلت لك ان انا اطلع من النص كيلو لحمه مفرومه كيلو من الكفته عن طريق البطاطس، تزويت البطاطس، وفي نفس الوقت تديني طعم الكفته بتاعت اللحمه. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى ان شاء الله حلقه تكون اعجابكم. اشوفكم في حلقه جديده من برنامج المطعم، دمتم في رعايه الله. سلام عليكم.